بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا طلبة التعليم المفتوح المستوى الرابع الفصل الدراسي الاول. هنشرح مع بعض مادة الادارة العامة على محاضرتين. هنبتدي بالمحاضرة الاولى. المحاضرة الاولى بنتكلم في المحاضرة الاولى عن أبعاد الإدارة العامة. هنتكلم عن الأبعاد السياسية وهنتكلم عن الأبعاد الاقتصادية. هنبتدي بالأبعاد السياسية. في الأبعاد السياسية بنتكلم ما هو تأثيرها على أجهزة الإدارة العامة وما هي درجات النفوذ التي تؤثر بها الأبعاد السياسية على بيئة الإدارة العامة. بشكل أكثر تفصيلا هنتكلم عن الدولة وهنتكلم عن الحكومة على أساس هما أعلى قمة أجهزة الإدارة العامة في أي دولة. والأسئلة هتيجي بشكل مباشر، يعني مثلا هقول لك اذكر مفهوم الدولة، تكلم عن الأركان الأساسية لنشأة الدولة، فالأسئلة هتكون أسئلة مباشرة من الشرح ومن العرض اللي قدام حضرتك. نبتدي أول حاجة بمفهوم الدولة. الدولة هي جماعة من الأفراد استقروا على إقليم معين يخضعون لسلطة حاكمة ذات سيادة. لما نيجي نجزأ هذا التعريف هنستخرج منه إن عشان أقول على أي كيان إن هو دولة لابد من توافر ثلاث أركان وثلاث شروط أساسية. نمسك التعريف كده من أوله. بداية التعريف بيقول لي هم جماعة من الأفراد، يبقى ده أول ركن من أركان الدولة وهو الشعب. إن لا يمكن أتصور أن يكون هناك دولة بدون شعب، يبقى أول ركن من أركان الدولة بنستنتجه من التعريف جماعة من الأفراد اللي هم الشعب الذي يشكل هذه الدولة. بعد كده التعريف بيقول لي استقروا على إقليم معين، يبقى إذن هو الإقليم الذي تمارس فيه الدولة سيادتها. لو أنا وقفت على التعريف عند كده من الركن الأول هو الشعب والركن الثاني اللي هو الإقليم، لو قلت فقط جماعة من الأفراد استقروا على إقليم معين يبقى أنا ما فرقتش بين الدولة والأمة، لأن لما بقول مثلا الوطن العربي هو أمة وليس الدولة، فالوطن العربي هو أم أيضا جماعة من الأفراد استقروا على إقليم معين. الشق الثالث او الركن الثالث من التعريف اللي بيوضح ثالث ركن من اركان الدولة وهو ما يفرق بين الدولة والامة، ان هؤلاء الافراد الذين استقروا على اقليم معين في الركن الثالث يقول ايه بقى؟ يخضعون لسلطة حاكمة ذات سيادة وهي الحكومة التي تحكم هؤلاء الشعب داخل هذا الاقليم. يبقى اذا لما اجي اقول لك عرف الدولة التعريف يكون متضح للثلاث اركان دول، ان واحد جماعة من الافراد اللي هم الشعب استقروا على اقليم معين اللي هو الاقليم الدولة يخضعون لسلطة تحكمهم وهي الحكومة. ومن هذا التعريف استنتجنا الثلاث اركان لنشأة الدولة وهم الشعب والاقليم والحكومة. نمسك ركن ركن من الثلاث اركان. لما اجي اقول الشعب، هذا الشعب هو الذي يشكل الدولة. طب نجد أن العالم ينقسم إلى أكثر من 200 دولة، هناك دول تعداد سكانها يتعدى المليار نسمة مثل الهند والصين، وهناك دول لا يتجاوز عدد سكانها 100,000 نسمة. هل ده يطلق على ده دولة وده يطلق على ده دولة؟ أيوة، دي دولة ودي دولة، لأن الدولة هي جماعة من الأفراد ولا يوجد حد أدنى لعدد هذا الشعب، فالشعب هو لا يوجد له حد أدنى. طالما في جماعة من الأفراد تشكلوا داخل الإقليم يخضعون للسلطة يطلق عليه الدولة. يبقى الشعب هو الذي يشكل سكان الدولة ولا يوجد حد أدنى لكي أطلق على هذا الشعب أنه دولة، فهناك دول تتعدى المليار وهناك دول لا تتجاوز 100,000 نسمة. الركن الثاني من أركان الدولة هو الإقليم، وهنا الإقليم هي رقعة الأرض التي يعيش عليها ويقيم عليها سكان الدولة وتمارس الدولة أو الحكومة سيادتها في حدود هذا الإقليم.
الإقليم عندي لأي دولة ينقسم إلى 3 أشكال، في إقليم أرضي وإقليم مائي وإقليم جوي. يبقى الركن الثاني من أركان نشأة الدولة وهو الإقليم ينقسم إلى 3 أقسام، إقليم أرضي، إقليم مائي، إقليم جوي. الإقليم الأرضي هو مساحة الأرض التي يعيش عليها سكان الدولة وتمارس الدولة فيها سلطاتها. وطبعا لو ناخد مثال مثل مصر، في هناك حدود شرقية مع بعض الدول في البحر الأحمر، في حدود جنوبية مع السودان، في حدود غربية مع ليبيا. في إطار هذه الحدود يعيش سكان دولة مثل مصر وتمارس فيها الدولة السلطة، ولكن لا يكون هناك سلطات للدولة خارج هذه الحدود. يبقى الإقليم الأرضي هي مساحة الأرض التي لها حدود واضحة تمارس فيها الدولة سلطتها. الإقليم الثاني وهو الإقليم المائي. هناك نوعين من الإقليم المائي. هناك أنهار وبحيرات تقع بالكامل داخل الدولة، مثل ما نقول مثلا بحيرة المنزلة، بحيرة البرولوس، هي بحيرة تقع بالكامل داخل الدولة. وهناك بحار ومحيطات وهناك بحار ومحيطات تطل عليها الدولة تشترك مع بعض الدول، مثل في مصر البحر الأحمر نشترك مع بعض الدول مثل السعودية وبعض الدول الأخرى، وهناك البحر الأبيض المتوسط الذي نشترك فيه مع بعض الدول. بالنسبة للنوع الأولاني وهي المياه اللي داخل الدولة، كل المياه التي داخل الدولة من أنهار وبحيرات هي خاضعة بالكامل إلى سيادة الدولة، فهي الدولة تمارس سلطتها على كل المياه الداخلية. عايز أعمل مشروع هنا استزراع سمكي، عايز أستغل أراضي زراعية، مشروعات سياحية، كل ده يخضع لسلطان الدولة. طب ده يبقى الجزء الأولاني اللي هو المياه الداخلية بالكامل هي مياه خاضعة لسلطات الدولة. أما البحار والمحيطات التي تطل عليها الدولة فقد حددها القانون الدولي ب 12 ميل بحري من البحر أو المحيط الذي تطل عليه الدولة، هو خاضع لسلطة وسيطرة الدولة. يبقى لما أقول الإقليم المائي هي المياه التي تقع داخل الدولة، وجزء هذا الجزء يقدر ب 12 ميل بحري من البحار والمحيطات التي تطل عليها الدولة. الإقليم الثالث هو الإقليم الجوي، وهو كل الفضاء الذي يعلو الإقليم الأرضي والإقليم المائي، كل هذا يخضع لسلطان الدولة، فلا تستطيع طائرات أو صواريخ أن تعبر في الإقليم الفضائي إلا بإذن من سلطات الدولة. فهذا الإقليم الجوي هو كل الفضاء الذي يعلو الإقليم المائي والأرضي الذي يخضع لسلطات الدولة. يبقى اتكلمنا على أول ركن من أركان الدولة والشعب، ثم اتكلمنا عن ثاني ركن من أركان الدولة وهو الإقليم. ثالث ركن من أركان الدولة وهي الحكومة، وهي السلطة التي تمتلك السيادة التي تحكم هذا الشعب الذي تكون في هذا الإقليم. الحقيقة لما عرفت الدولة بالثلاث أركان، لما باجي بعرف أي ركن بعرف كل ركن بعلاقته بالركنين التانيين. يعني لما اجي اقول تعريف الدولة، احنا قلنا جماعة من الافراد وهو الشعب، اتنين استقروا على اقليم معين وهو الاقليم، يخضعون لسلطة لها سيادة على هذا الشعب وهي الحكومة. طب يبقى انا عرفت الدولة مشتملة على الثلاث اركان. عندما اعرف الشعب يبقى هو الشعب الذي استقر على الاقليم ويخضع لسلطة الدولة، يبقى انا عرفت هذا الركن بعلاقته بالركنين الاخرين وهو الاقليم والايه والحكومة. لما عرف الاقليم يبقى هو الحدود التي يعيش عليها سكان الدولة وهم الشعب ويخضعون للسلطة ذات السيادة، يبقى أنا أيضا عرفت الإقليم بعلاقته بالركنين الآخرين. ثم لما عرف الركن الثالث الحكومة، هي السلطة التي تحكم الشعب الذي سكن أو أقيم في داخل حدود وإقليم الدولة. إذن في أركان الدولة الثلاثة، في كل ركن لما باجي بعرفه بناء على علاقته بالركنين الآخرين. طيب نأتي إلى الحكومة وهي السلطة، هل هذه السلطة أتت برضاء الشعب أم أتت بعدم رضاه؟ هنا المهم في التعريف أن تكون الحكومة لها سلطة على الشعب، ولا يشترط أن تكون هذه السلطة أتت برضاء الشعب، لأن احنا بنجد العديد من الدول، هناك الدول الديمقراطية وهناك الدول الدكتاتورية وهناك الدول الملكية. في كل الأحوال الحكومة بيتم تعريفها على أنها هي التي تمتلك السلطة التي تحكم الشعب
وليس اشترط أن تكون هذه الحكومة أتت برضا الشعب. يبقى أنا لغاية الجزء ده ممكن أقول إن السؤال ممكن أجيبه لك بإن أنا أقول لك إيه هي مفهوم الدولة مبينا أركان نشأة الدولة. يبقى ساعتها تتعرف لي يعني دولة ونشرح الثلاث أركان لنشأة الدولة وهم الشعب والإقليم والحكومة. نأتي لسؤال تاني ممكن أسأله لحضرتك وهي أشكال الدول. وأنا هنا لو أسأل هذا السؤال هوضح لك أنا عايز أشكال الدول من حيث التكوين ولا من حيث السيادة. يبقى لو أنا السؤال الأولاني خلاص أنا ممكن أقول لك إيه هي مفهوم الدولة مبينا أركانها. السؤال الثاني ممكن أسأل فيه أشكال الدول، هل ولو جيت سألت هحدد إن كان أشكال الدول أنا عايزها من حيث التكوين ولا عايز أشكال الدول من حيث السيادة. تعال الأول لأشكال الدول من حيث التكوين. من حيث التكوين عندنا نوعين من الدول، دولة بسيطة موحدة ودولة متحدة أو دولة مركبة. الدولة البسيطة الموحدة مثل مصر هي دولة سيادتها واحدة، فهي لها دستور واحد، لها سلطة تشريعية واحدة مثل مجلس النواب أو كما كان يسمى مجلس الشعب، لها سلطة قضائية واحدة، لها حكومة واحدة. يبقى لما أجي أقول دولة بسيطة موحدة، مثال قدامي جمهورية مصر العربية، دولة عندها دستور واحد، عندها حكومة واحدة، عندها سلطة قضائية واحدة، عندها سلطة تشريعية واحدة. ده تعريف الدولة البسيطة الموحدة. أما الدولة المتحدة أو الدولة المركبة عندي أربع أشكال من الدول المركبة. النوع الأولاني اللي هو الاتحاد الشخصي أو الاتحاد الرئاسي، النوع ده بيكون من دولتين أو أكتر. الدولتين دول كل دولة بتكون مستقلة عن الدولة الثانية في السيادة الداخلية والخارجية، كل دولة بيبقى ليها سيادة داخلية وهي إن هذه الدولة حرة داخل حدود إقليمها في ممارسة كل أشكال السيادة والسلطة على الشعب. يعني عايز أعمل هنا مشروع سياحي، عايز أعمل مشروع تنمية اقتصادية، عايز أعمل خطوط مواصلات، الدولة لها مطلق الحرية، عايز أفرض ضرائب، الدولة لها مطلق الحرية في السيادة الداخلية. وأيضا كل دولة ليها سيادة خارجية أو ساعات تسميها سيادة دولية، وهي حرية الدولة في المعاهدات والاتفاقيات بينها وبين الدول الأخرى. فلما بقول اتحاد شخصي يبقى أنا بتكلم عن دولتين مستقلتين عن بعض داخليا وخارجيا أو في السيادة الداخلية والخارجية، ولكن الاتحاد هنا نشأ من أن هناك شخص واحد يتولى رئاسة الدولتين. هل ده شفناه في تاريخنا المعاصر؟ أيوة، احنا كنا زمان نقول الملك فاروق هو ملك مصر والسودان، فهذا الاتحاد ما بين مصر والسودان كان يتمثل في أن شخص واحد هو اللي بيتولى رئاسة الدولتين. أما طبعا مصر كان فيها حكومة، السودان كان فيها حكومة، كان أعتقد في مجلس نيابي في مصر، مجلس النواب حينئذ، والسودان لم يكن لديها مجلس نيابي. حتى في القضاء يمكن احنا كنا عندنا محاكم وسلطات قضائية، يمكن هم كان عندهم أيضا نظام قضائي ولكن ما كانش بقوة النظام القضائي اللي في مصر، فكانوا بيميلوا للأحكام القبلية والعرفية. إذن نحن أمام دولتين مستقلتين عن بعضهم البعض، ولكن الاتحاد بينهم يتمثل في شخص رئيس الدولة والملك فاروق الذي كان يحكم مصر والسودان. أيضا هناك مثال آخر في التاريخ المعاصر، وهو عندما اتحدت مصر وسوريا في ستينيات القرن الماضي باسم الجمهورية العربية المتحدة. أيضا كان دولتين مستقلتين، كان هناك حكومة في مصر وحكومة في سوريا، ولكن الاتحاد كان يتمثل في شخص رئيس الدولتين وهو الرئيس جمال عبد الناصر حينئذ. إذن الاتحاد الشخصي يتكون من دولتين أو أكثر، الاتحاد هنا يتمثل في أن هناك شخص واحد يتولى رئاسة هاتين الدولتين. النوع الثاني من الدول المركبة هي الاتحاد التعهدي أو الاتحاد الاستقلالي. الاتحاد التعهدي أو الاتحاد الاستقلالي هو يتكون أيضا من دولتين أو أكثر، كل دولة مستقلة عن الدولة الأخرى في السيادة الداخلية والخارجية، يعني كل دولة محتفظة بسيادتها الداخلية ومحتفظة بسيادتها الخارجية، ولكن هناك اتفاقية بين الدولتين. هذه الاتفاقية تربطهم فيما بينهم مثل اتفاقية دفاع مشترك، وإحنا كنا لغاية وقت قريب كنا مصر وسوريا ما بينهم اتفاقية دفاع مشترك،
واتفاقية دفاع مشترك بمعنى إذا عدو خارجي اعتدى على إحدى هذه الدولتين فالدولة الأخرى يجب أن تشترك معها في الدفاع عنها. مثال موجود في النهاردة الآن لهذا الاتحاد التعهد والاستقلال وهي دول الاتحاد الأوروبي، لأن دول الاتحاد الأوروبي بتتشكل من أكثر من دولة، كل دولة مستقلة في سيادتها الداخلية والخارجية. يعني مثلا ما اقول مثلا ايطاليا، اسبانيا، النمسا، بلجيكا، فرنسا، المانيا، كل دولة من هذه الدول تلاحظ ان لها سلطة داخلية مستقلة، فكل دولة من هذه الدول لها حكومة ولها مجلس نواب، سلطة تشريعية وسلطة قضائية مستقلة عن الدول التانية. وايضا كل دولة من هذه الدول في الاتحاد الاوروبي لها سيادة خارجية مستقلة، لان كل دولة لها اتفاقياتها ومعاهداتها مع دول اخرى. ولكن هناك اتفاقية تربطهم ببعض مثل اتفاقية دفاع مشترك وهو ما يسمى بحلف الناتو، ان لو اي احد اعتدى على اي هذه الدول الاوروبية ستقوم هذه الدول المجتمعة بالدفاع عن بعضها البعض. وايضا هناك برضو مش بس اتفاقية دفاع مشترك، في العديد من الاتفاقيات الاقتصادية ما بين هذه الدول. يبقى الاتحاد التعهدي او الاستقلالي هو يتشكل بين دولتين او مش لازم دولتين، ممكن اكتر طبعا، كل دولة محتفظة بسيادتها الداخلية والخارجية. الاتحاد هنا يتمثل في ان هناك اتفاقيات تربط هذه الدول او تلزم هذه الدول مع بعضهم البعض. النوع الثالث من الدول المركبة او المتحدة وهي الاتحاد الفعلي او الحقيقي، هو يتكون ايضا من دولتين او اكثر، كل دولة محتفظة بسيادتها الداخلية ولكن تتنازل عن سيادتها الخارجية لصالح دولة الاتحاد. مثال قدامنا دولة الامارات العربية المتحدة، هي مشكلة من 7 امارات مثل امارة ابوظبي، امارة دبي، امارة الشارقة، امارة الفجيرة. هذه الامارات كل امارة لها شؤون داخلية مستقلة، حتى بنجد ان الانظام القضائي او البعض الأنظمة الداخلية في إمارة بتكون مختلفة إلى حد ما عن الإمارة الأخرى. أما في الشؤون الخارجية لا يوجد لكل إمارة شؤون خارجية، وإنما تنازلت كل الإمارات عن السيادة الخارجية لصالح دولة الاتحاد وهي دولة الإمارات العربية المتحدة. بدليل إحنا مثلا لما نيجي هنا في مصر ما فيش عندي حاجة اسمها سفير أبوظبي، ما عنديش حاجة اسمها سفير دبي، ما عنديش حاجة اسمها سفير إمارة الشارقة، هو سفير واحد يممثل لدولة الإمارات العربية المتحدة. وما فيش كل إمارة مش من حقها تعمل اتفاقيات ومعاهدات مع دول خارجية، هو الذي يقيم بإبرام هذه المعاهدات الخارجية هو شخص واحد الذي يمثل رئيس الإمارات العربية هذه الإمارات السبع. إذن هو مثال هذه الدولة دولة الإمارات للاتحاد الفعلي أو الحقيقي الذي يتشكل من أكثر من دولة أو إمارة، كل إمارة أو كل دولة تحتفظ بالسيادة الداخلية وتنازلت عن سيادتها الخارجية لدولة الاتحاد. النوع الرابع من الدول المركبة والدول المتحدة هو الاتحاد المركزي أو الفيدرالي. مثال حي قدامنا هي الولايات المتحدة الأمريكية، بتشكل من أكثر من 50 ولاية، كل ولاية تنزلت عن سيادتها الخارجية لدولة الاتحاد. يعني مفيش ولاية لها شؤون خارجية، الشؤون الخارجية كلها مجتمعة في دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا تنزلت عن جزء من سيادتها الداخلية لدولة الاتحاد. إذن لو انا هسأل في هذه السؤال اقول لحضرتك اشرح او وضح اشكال الدول من حيث التكوين، هتقول لي ان انا عندي نوعين من الدول، دولة بسيطة موحدة زي مصر، دولة دستورها واحد، حكومتها واحدة، سلطة تشريعية واحدة، سلطة قضائية واحدة. وهناك دولة مركبة تتكون من 4 اشكال، هي دولة الاتحاد الشخصي، ودولة الاتحاد التعهدي او الاستقلالي، ودولة الاتحاد الفعلي او الحقيقي، ودولة الاتحاد المركزي او الفيدرالي. ده أشكال الدول من حيث التكوين. نخش على أشكال الدول من حيث السيادة، وأنا برضو ممكن أسألك أقول لحضرتك وضح أشكال الدول من حيث السيادة. أنا بتأسف على هذا الخطأ المطبعي اللي موجود في السلايد اللي قدامك. طبعا العمود الأولاني مكتوب عليه دولة بسيطة موحدة، والعمود الثاني مكتوب عليه دولة مركبة، وطبعا الاسم اتنقل من الجدول اللي قبلها بطريقة خاطئة، أنا آسف. هو طبعا العمود الأولاني هنسميها دولة كاملة السيادة، والعمود الثاني أو المربع الثاني هنسميه دول ناقصة السيادة. يبقى أنا عندي من حيث السيادة نوعين، دولة كاملة السيادة ودولة ناقصة السيادة، وأنا بتأسف على هذا الخطأ المطبعي. نشرح النوع الأولاني وهي الدولة الكاملة السيادة مثل مصر أو جمهورية مصر العربية، هي دولة متمتعة بكامل سيادتها الداخلية والخارجية. يبقى أنا كمصر أو كأي دولة أخرى مثل مصر في العالم دولة كاملة السيادة، بتمتع بكامل السيادة الداخلية والخارجية.
كل السياده الداخليه والخارجيه، انا حر في كل الشؤون الداخليه التي لي، وانا ايضا لي مطلق الحريه كدوله في الشؤون الخارجيه في العلاقات والاتفاقيات التي ابرمها مع الدول الاخرى. لا انا بخضع لرقابه دوله اخرى، ولا بخضع لسيطره دوله اخرى، ولا بخضع لوصايه دوله اخرى او حتى منظمه دوليه. يبقى انا لما اقول دوله كامله السياده، دوله تتمتع بكامل سيادتها في الداخل والخارج، ولا تخضع للثلاث حاجات دول، لا للسيطره ولا للرقابه ولا لوصايه دوله اخرى او جهه دوليه زي الامم المتحده. يبقى لا انا خاضع للرقابه ولا سيطره ولا لوصايه دوله اخرى. النوع الثاني هي الدول الناقصه السياده، هي الدول التي لا تتمتع بكامل سيادتها الداخليه والخارجيه، وانما تفقد جزء من هذه السياده لصالح دوله اخرى او لصالح منظمه دوليه مثل الامم المتحده. الدول الناقصه السياده بتتجزا الى اربع انواع. النوع الاولاني اللي هي الدوله المحميه، وهي الدوله التي تقع تحت حمايه دوله اخرى، وطالما انا في دوله تانية بتحميني يبقى اكيد جزء من سيادتي الداخليه والسياده الخارجيه اللي احنا احيانا نسميها السياده الدوليه، انا فقدتها لصالح الدوله التي تحميني. يبقى النوع الاولاني في الدول الناقصه السياده هي الدوله المحميه التي توجد في حمايه دوله اجنبيه اخرى، واكيد انا هفقد جزء من سيادتي اثناء فتره الحمايه. الدولة المستعمرة زي ما مثلا كنا مصر زمان أيام تحت الاستعمار البريطاني، الدولة اللي خاضعة لسيطرة دولة أخرى، بخضع لسيطرة دولة أخرى، وأكيد طول ما أنا تحت الاستعمار بفقد جزء كبير من سيادتي الداخلية وسيادتي الدولية أو الخارجية. النوع الثالث الدولة التابعة زي ما كنا نقول تايوان كان تابعة للصين، أو هونج كونج برضو دولة تابعة للصين قبل ما تنضم رسميا إلى الصين. الدولة التابعة بتكون دولة تابعة لدولة أخرى، طبعا الدولة الأكبر اللي بتكون متبوع إليها هي اللي بتتحكم فيها، وأكيد هذه الدولة بتفقد كل السيادة الخارجية وكمان جزء كبير من سيادتها الداخلية لصالح الدولة التي تتبعها. النوع الأخير من الدول ناقصة السيادة هي الدولة التي توضع تحت الإشراف الدولي، زي مثال كان أمامنا في فترة التسعينات دولة مثل البوسنة والهرسك، أو دلوقتي زي ما بيفكروا يدخلوا سوريا تحت الإشراف الدولي. هي دولة طبعا بيكون فيها نوع من الصراعات والقلاقل، بتبتدي منظمة الأمم المتحدة تضع هذه الدولة تحت وصايتها، وأكيد طول ما أنا تحت فترة الوصاية ببقى دولة ناقصة السيادة، ما بتمتعش بكامل سيادتي الداخلية والخارجية. يبقى اعيد تاني الجزء ده سريعا. احنا من الدول، انواع الدول من حيث السياده، اللي فاتت دي كانت انواع الدول من حيث التكوين، اما دي انواع الدول من حيث السياده، وانا بتاسف على الخطا المطبعي في عنوان كل مربع. العنوان الاولاني دول كامله السياده، والعنوان الثاني دول ناقصه السياده. قلنا كامله السياده هي الدوله التي لها كامل سيادتها الداخليه والخارجيه، ولا تخضع لا لرقابه ولا لسيطره ولا وصايه دوله اخرى، والدوله ناقصه السياده التي تنتقص جزء من سيادتها، سواء سيادتها الداخليه او سيادتها الخارجيه، او ساعات السياده الخارجيه نسميها السياده الدوليه، وهي اربع اشكال: الدوله التي تقع تحت حمايه دوله اخرى، والدوله التي تقع تحت استعمار دوله اخرى، والدوله التي تكون تابعه او تقع تحت وصايه دوله اخرى، والدوله التي توضع تحت اشراف دولي او وصايه دوليه من الامم المتحده. يبقى اذا انا لغايه دلوقتي شرحت نقطة أولانية، ممكن أقول السؤال اللي هي مفهوم الدولة مبينا أركانها، وشرحت نقطة تانية ممكن أسألك فيها اللي هي أشكال الدول، ممكن أقول لك من حيث التكوين أنت عارف بقى دولة بسيطة موحدة أو دولة مركبة بالأربع أشكال، أو ممكن أسألك أقول لك أشكال الدول من حيث السيادة، أنت عارف في دولة كاملة السيادة ودول ناقصة السيادة، الأربع أنواع اللي إحنا قلناها. طبعا الحكومة هي طريقة استخدام السلطة، واللي هي طبعا الحكومة تتمثل في رئيس الدولة ونوابه إن كان له نواب، وطبعا مجلس الوزراء والوزارات وكل الهيئات والمصالح الحكومية اللي تتبع الوزارات، زي مثلا لما بقول مثلا وزارة زي وزارة المالية بيتبعها مثلا مصلحة زي مصلحة الضرائب، مصلحة الجمارك، مثلا الدمغة والموازين، لما أقول وزارة زي وزارة النقل يتبعها هيئة زي هيئة النقل العام وهيئة السكة الحديد و مصلحة البريد وما إلى خلاف ذلك. إذا أنا لما أقول حكومة يبقى أقصد ببتدي برئيس الدولة ونوابه، ثم أنزل لرئيس الوزراء والوزراء، ثم أنزل إلى المصالح والهيئات الحكومية التي تقع تحت إشراف هذه الوزارات.
طبعا اشكال الحكومات من حيث مصدر السياده ومن حيث العلاقه من الشعب والحكومه. انا لو هسالك بس في السلايد الجايه اللي هي اشكال الحكومات، ماشي؟ يعني هنا من اشكال الحكومات، انا مش عايز من حيث مصدر السياده ومن حيث العلاقه بين الدوله والحكومه، انا بس لو سالتك قلت لك اشكال الحكومات، انا عايز السلايد اللي قدام حضرتك دي. انا عندي ثلاث اشكال من الحكومات، في حكومات فرديه، في حكومات اقليه، في حكومات ديمقراطي. يبقى لما اقول لحضرتك اشكال الحكومات، انا خلاص بقى من حيث مصدر السياده والعلاقه بين الشعب والحكومه هي تقسيمه واحده، هي التقسيمه اللي قدام حضرتك دي. هسالك في انواع الحكومات، هتقول لي انا عندي حكومه فرديه، عندي حكومه اقليه، عندي حكومه ديمقراطيه. نشرح كل نوع من التلاته. نبتدي اول حاجه بالحكومه الفرديه. الحكومه الفرديه هي الحكومه اللي بيكون فيها كل السلطات الدوله مجتمعه في يد شخص واحد. يبقى الحكومه الفرديه هي كل السلطات بيمارسها شخص واحد، ولا يوجد احد يشاركه في هذه السلطات، فلا يوجد سلطه تشريعيه، ولا يوجد مجلس نيابي او مجلس نواب اللي هو ممثل السلطه التشريعيه يحاسب هذا الحاكم. ودي بتنقسم الى نوعين، ملكيه مطلقه وحكم ديكتاتوري. يمكن لما مثلا ملكيه مطلقه، طبعا ده الشكل اللي عرفه التاريخ البشري، حكم الملكي. النهارده في العصر الحديث احنا بنشوف قدامنا ثلاث انواع من الملكيات. يمكن في ملكيه شرفيه، يبقى الملك مجرد حاكم شرفي لا يحكم، هو بس حاجه تمثيل شرفي امام المجتمع الدولي، زي مثلا انجلترا ملكيه شرفيه، زي هولندا ملكيه شرفيه، زي اسبانيا ملكيه شرفيه، زي اليابان الامبراطور الياباني ملكيه شرفيه. كل دي دول بيكون فيها الملك هو ممثل فقط شرفي كده للدوله، لكن ليس له اي سلطات او اي اختصاصات او اي صلاحيات. فالنوع الاولاني في الملكيه هي الملكيه الشرفيه. في نوع ثاني من الملكيات، وهي الملكيه الدستوريه، وهو أن الملك يحكم ولكن يكون مقيد بدستور. الأردن فيها دستور بيقيد سلطات الملك، المغرب، الكويت، كل دي دول ملكية دستورية. أما ملكية مطلقة ما زالت موجودة في بعض دول الشرق الأوسط مثل السعودية وعمان، الملك يحكم بشكل مطلق ولا يوجد مجالس نيابية تحاسب هذا الملك، فده شكل من أشكال الحكومات الفردية. النوع الثاني هو الحكم الدكتاتوري، وهو وجود شخص واحد على اعلى السلطه. يعني ده مثال عرفته القاره الافريقيه كثيرا، من وجود حكام دكتاتوريين مثل روبرت موجابي اللي كان حاكم موزمبيق لفتره طويله، معمر القذافي لما كان حاكم ليبيا لفتره طويله. كل دي برضه حكومات فرديه بتتجمع السلطات كلها في يد شخص واحد. يبقى ده اول نوع من انواع الحكومات. وفكر حضرتك، انا بقى مش هطلبها منك لا من حيث مصدر السياده ولا العلاقه بالشعب والحكومه، انا دمجتها لك في تقسيمه واحده، هقول لك ايه هي انواع الحكومات، مش هقول لك من حيث ايه. انت عارف هما ثلاث انواع، حكومات فرديه واقليه وديمقراطيه. الفرديه هي الحكومه اللي السلطه كلها بتكون في ايد شخص واحد ولا يشاركه في السلطه احد، مثل الملك المطلق والحكم الدكتاتوري. الحكومات الاقليه بيكون مصدر السياده في ايد اقليه من الشعب، بمعنى لا يخرج الحكم او لا تخرج السياده خارج ايدي فئه معينه من الناس. ودي اتقسمت لاربع حاجات، في حكومه ارستقراطيه بتبقى طبقات او عائلات معينه هي اللي بتحكم، وده مثال بنشوفه قدامنا في بعض الدول الخليجيه، اللي هي بتكون هناك عائله، هذه العائله هي التي يكون في يدها كل مصدر السلطه وكل مصدر السياده، ومعظم الوزارات والهيئات الحكوميه و معظم الجهات السيادية في الدولة بيكون من يتولاهم أفراد من هذه العائلة. مثل مثلا شفنا عائلة آل سعود في السعودية، نشوف عائلة زي مثلا عائلة الصباح في الكويت، نشوف عائلة زي عائلة زايد في الإمارات. هذه العائلات هي عائلة بتحكم الدولة، ولا يخرج السلطة والسيادة خارج أفراد هذه العائلة، فدي بنسميها حكومة طبقية أو أرستقراطية. في حكومات الاوليغاركشي، وهي حكومه لا يخرج الحكم خارج فئه الاغنياء. ويمكن ما فيش مثال حي النهارده في العصر الحديث لهذه الحكومه، وان كانت موجوده في العصور الوسطى في اوروبا حينما كان النبلاء فقط هم الذين يتولون الحكم. اما في العصر الحديث ما لا نجد مثال لهذه الحكومه. النوع الثالث في حكومه ثيوقراطيه، وهي ما يسمى برجال الدين، اي لا يخرج الحكم خارج رجال الدين، وده مثال بنشوفه في دوله مثل إيران، حيث أن الذي يتولى مقاليد الحكم هم رجال الدين الشيعي، وهي مثال للحكومة الثيوقراطية. النوع الرابع من الحكومات الأقلية، وإحنا قلنا أفكر حضرتك حكومة الأقلية التي مصدر السيادة كله
لا يخرج خارج حدود فئة معينة من الأفراد، هي الحكومات المصدر النوع الرابع الحكومات العسكرية أو رجال القوات المسلحة، ودي مثال بنشوفه في كثير من الدول الأفريقية حيث لا يخرج الحكم خارج رجال العسكر. النوع الثالث من الحكومات هي حكومات ديمقراطية، حيث الذي يأتي بالحكومة هي الشعب من خلال انتخابات حرة، وهذا ينقسم إلى نوعين، يمكن قدامك ثلاثة، أنا مش عايز أكثر من نوعين، ديمقراطية مباشرة وديمقراطية شبه مباشرة. أنا بس عايز أوضح لحضرتك يعني إيه ديمقراطية مباشرة ويعني إيه ديمقراطية شبه مباشرة. ديمقراطية مباشرة هي ما لم تعد توجد في العصر الحديث. يمكن لما نيجي نقول النظام الديمقراطي هو النظام ليس وليد العصر الحديث، وإنما هو النظام كان موجودا قديما في الحضارة الإغريقية، وكانت الحضارة الإغريقية هي مثال للديمقراطية المباشرة، حيث أنه حينما يراد أن يتخذ أي قانون أو أي قرار كان يستدعى كل أفراد الشعب، كان يستدعى كل أفراد الشعب طبعا باستبعاد العبيد والنساء والأطفال ويتخذون القرار. طبعا مع الدولة في العصر الحديث النهاردة ما أصبح ده طبعا شيء من الصعوبة ومن المستحيل أن يتم تطبيقه هذا الشكل من أشكال الديمقراطيات المباشرة، ولكن احنا بقينا النهاردة في ديمقراطية مباشرة أو ديمقراطيات نيابية. إن النهاردة الدولة في العصر الحديث تشكل من ثلاث سلطات، هي السلطة التنفيذية ممثلة في حاكم أو رئيس الدولة، والسلطة التشريعية ممثلة في المجلس التشريعي، والسلطة القضائية، والشعب هو الذي ينتخب السلطة التشريعية وهي من تنوب عنه في اتخاذ القرارات، أعضاء النواب المجالس النيابية ومجالس السلطة التشريعية، هي دي الديمقراطية الشبه المباشرة. يبقى ألخص لحضرتك سريعا هذا السؤال، أنا ممكن أسألك لك ما هي أشكال الحكومات؟ عندي ثلاثة: حكومة فردية، حكومة أقلية، حكومة ديمقراطية. الفردية هي التي تتجمع فيها السلطة في يد شخص واحد، قد يكون حاكم ديكتاتوري أو ملك مطلق. الأقلية هي التي تكون السيادة فيها في أيدي قلة من الأفراد لا تخرج السلطة خارجهم، مثل العائلات الحكومات الأستقراطية، مثل طبقات الأغنياء الحكومات الأوليغارشية، مثل رجال الدين وما يسمى بالحكومات الثيوقراطية، مثل رجال القوات المسلحة وما يسمى بالحكومات العسكرية. والنوع الثالث هي الحكومات الديمقراطية التي تأتي من انتخاب الشعب سواء بشكل مباشر، وده ما بقاش موجود في العصر الحديث، أو الديمقراطيات نيابية أو شبه مباشرة. كده احنا انتهينا من الابعاد السياسية، نخش في الابعاد الاقتصادية اللي هي تاني موضوع في المحاضرة. انا عندي ثلاث حاجات: النظام الاقتصادي للدولة، وتبعية النظام الاقتصادي والتكتلات الدولية. انا مش هشرح لك الجزء في النص تبعية النظام الاقتصادي، حضرتك مش مطالب به، هتبقى مطالب فقط بالنقطتين دول، اول نقطة اللي هي النظام الاقتصادي، والنقطة الثالثة اللي هي التكتلات الدولية. يبقى في الأبعاد الاقتصادية أنا هشرح نقطتين، أول نقطة النظام الاقتصادي، تاني نقطة التكتلات الدولية. النقطة الأولانية هي النظام الاقتصادي. طبعا احنا في علم الإدارة العامة بنتأثر بشكل كبير بالنظام الاقتصادي للدولي، والنظام الاقتصادي للدولة هنقسمه لثلاث أنواع. عندي النظام الاقتصادي الرأسمالي، والنظام الاقتصادي الاشتراكي، والنظام الاقتصادي المختلط. في الدول الرأسمالية بتكون معظم المشروعات ملكية خاصة، بمعنى أن الدولة هي لا تنتج ولا توزع، يعني بمعنى ذلك أن معظم وسائل الإنتاج وهي المصانع بتكون ملكية لأفراد وشركات خاصة، معظم وسائل التوزيع مثل شركات التجارة والمنافذ البيع بتكون أيضا ملكية خاصة لأفراد أو لشركات خاصة. أما دور الدولة بيتقلص كثيرا في الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطن، مثل الأمن والدفاع والقضاء والعلاقات الخارجية، وأحيانا بعض الخدمات الأساسية من التعليم والصحة فقط، هذا وبعض مشروعات البنية الأساسية. دور الدولة في الدول الرأسمالية بيكون منحصر في هذا الدور، وطبعا الإشراف والرقابة على القطاع الخاص. ولذلك بنجد في الدول الرأسمالية ان تشكيلة او اجهزة الادارة العامة هي اقل كثيرا من الدول الاشتراكية.
لأن في الدولة الرأسمالية قامت فلسفتها على إن الدولة لا تقوم إلا بتقديم الخدمات الأساسية من أمن ودفاع وقضاء وعلاقات خارجية ومشاريع بعض مشاريع البنية الأساسية وبعض الخدمات الأساسية فقط في التعليم والصحة، لأن برضو بنلاقي التعليم والصحة دور كبير هناك للقطاع الخاص، وبقيت بقى وسائل الانتاج والتوزيع الدولة فقط بتشرف وتراقب عليهم دون أن تمتلك هي وسائل الانتاج ووسائل التوزيع. النظم الاقتصادية التانية والنظم الاقتصادية الاشتراكية، وإحنا يمكن كنا لغاية ستينات القرن الماضي دولة اشتراكية، إن المشروعات كلها بتكون ملكية عامة، هنا الدولة بتقوم بكافة الخدمات الأساسية اللي احنا اتكلمنا عليها في الدول الرأسمالية، بالإضافة هي التي تكون الدولة هي المنتج، بالإضافة الدولة هي اللي بتكون الموزعة. يعني الدولة بتمتلك المصانع، بتمتلك وسائل التوزيع. يمكن احنا كنا فترة الخمسينات والستينات من القرن الماضي كنا دولة اشتراكية، كل وسائل الانتاج والمصانع هي ملكية عامة للدولة، كل وسائل التوزيع مثل محلات عمر افندي وصدناوي والحاجات دي كلها كانت كلها محلات تجارية، ايضا التوزيع كان ملك للدولة، فالدولة هي اللي بتقدم كل الخدمات الأساسية، التعليم بالكامل كان تابع للدولة، الصحة بالكامل كان تابع للدولة. فهنا في ظل الدول الاشتراكية هلاقي ان اجهزة الادارة العامة اجهزة اكبر كثيرا من الدول الرأسمالية. ليه؟ لان دور الدولة هنا اصبح متسع، مش فقط بيقدم الخدمات الاساسية ويشرف ويراقب، لا ده بيقدم الخدمات الاساسية والانتاج والتوزيع وكل شيء بيقدمه للمواطن. ومن هنا بيتحط خطط عامة طبعا، وبتكون مسؤوليات وسلطات اجهزة الادارة العامة مسؤولية اكبر من الدول الرأسمالية. النوع الثالث هو النظام الاقتصادي المختلط وما نحن نسير عليه الآن في مصر، هي نجمع ما بين الملكية الخاصة والعامة لوسائل الإنتاج والتوزيع في وقت واحد. فنجد أن هناك مصانع ملكية عامة ومصانع ملكية خاصة، بنجد أن هناك شركات توزيع تتبع الحكومة وشركات توزيع خاصة، بنجد أن الحكومة دورها مش بس الخدمات الأساسية، لا بعض الخدمات الأساسية وبعض الخدمات الأخرى من تعليم وصحة وتوفير سلع أساسية زي السلع التموينية للمواطن. فنحن في نظام مختلط، وينشأ هذا النظام المختلط في الفترات الانتقالية، وتطول هذه الفترة أو تقصر حسب هذه الفترة الانتقالية. إن كنت دولة رأسمالية تحولت لدولة اشتراكية، أو العكس كنت دولة اشتراكية تحولت لدولة رأسمالية، فبتكون في نظام مختلط. اذا لو جيت سالتك في النظام الاقتصادي او انواع الانظمه الاقتصاديه، احنا عرفنا بقى خلاص ان هم ثلاث انواع: النظام الاقتصادي الرأسمالي، النظام الاقتصادي الاشتراكي، النظام الاقتصادي المختلط. الفرق بينهم سريعا الخصه لسيادتك: النظام الاقتصادي الرأسمالي هي دول الملكيه والتوزيع فيها بتكون للقطاع الخاص، ويقتصر دور الدوله على الخدمات الاساسيه التي تقدم للمواطن. الدول الاشتراكيه هي دول بتكون الانتاج والتوزيع ملك للدولة، ويتسع دور الدولة وأجهزة الإدارة العامة في هذه الدول، والمختلط التي تجمع بين الملكية العامة والملكية الخاصة. ده من حيث نوعية النظام الاقتصادي. آخر حاجة في هذا المحاضرة هتكلم عن التكتلات الدولية. التكتلات الدولية عندنا بتمر على ست مراحل زي ما انت شايف قدام حضرتك. في اول مرحلة التعاون الاقتصادي، ثم بعد كده بنخش على حاجة اسمها منطقة تجارة حرة، ثم بنخش على حاجة اسمها اتحاد جمركي، ثم بنخش على حاجة اسمها السوق المشتركة، ثم الوحدة الاقتصادية، ثم الاندماج الاقتصادي الكامل. هنشرح الست نقط دول ونعرف مثلا دول زي دول اوروبا هم وصلوا في انهي مرحلة، احنا في الوطن العربي وصلنا عند انهي مرحلة، دولة كبيرة زي الولايات المتحدة وصلت لانهي مرحلة. هنبتدي نشرح مرحلة. قبل بس ما اشرح الست مراحل، انا يعني ننتبه ملحوظة صغيرة، ان الحركات الاقتصادية بين الدول بتتمثل في ثلاث حركات. اول حاجة هي حركة السلع ممثلة في الاستيراد والتصدير. يعني مثلا على سبيل المثال الاستيراد، ان انا مثلا وانا بتكلم عن مصر، سلعة من خارج مصر اشتريتها من بره فاصبح هذا استيراد، والعكس في التصدير، سلعة امتكتها هنا ببيعها بره. يبقى اذا كلمة استيراد او تصدير معناها ان هناك سلعة انتجت في دولة وبيعت ووزعت في دولة اخرى. يبقى اول حركة من الدول في الاقتصاد هي حركة انتقال السلع من خلال الاستيراد والتصدير. النوع الثاني من الحركات الاقتصادية هي حركة العمل، وهي انتقال عنصر العمل من دولة اخرى. مثل لما اجي اقول هنا مثلا في مصر طبيب مهندس محاسب انتقل للعمل في دولة خارجية، فده عنصر العمل، او اي عمالة او اي نوع من انواع، يعني انتقال الافراد
للعمل في دولة أخرى. الحركة الثالثة من الحركات الاقتصادية هي حركة رأس المال والاستثمار، بمعنى أنا لو أنا في مصر مستثمر ممكن أروح أستثمر فلوس في دولة أخرى، أو مستثمر خارجي يستثمر عندي عايز أودع أموالي في بنك خارجي أو واحد خارجي أجنبي يودع أمواله في مصر، يبقى دي حركات الاستثمار ورأس المال. يبقى الحركات الاقتصادية بين الدول تتمثل في هذه الثلاث حركات الأساسية: السلع والعمل ورأس المال. السلع قلنا استيراد وتصدير، العمل هو العنصر البشري أو انتقال الأفراد للعمل من دولة أخرى، ورأس المال والاستثمار هي العنصر الثالث في الحركات الاقتصاديه بين الدول. في اول مرحله بقى نمسك مرحله التعاون الاقتصادي. في مرحله التعاون الاقتصادي بنمسك اول حركه من الحركات الانتقالات الاقتصاديه بين الدول، هي حركه انتقال السلع. انا لو انا مثلا هشرح مثلا مثال ولا دوله الف ولا دوله ب او دوله ب، او اشرح مثلا على مثال مثلا مصر والسعوديه. إذا افترضت إن في مصر بيتفرض جمارك على السلع السعودية، يعني مثلا لو استوردت منتج من السعودية يتفرض عليه جمارك، ولو افترضت العكس في السعودية مثلا لو منتج أنتج في مصر يخش السعودية يتفرض عليه جمارك. طبعا فرض الجمارك ده بيعوق حركة انتقال السلع بين الدول، لأن لو افترضت مثلا أن هناك سلعة في السعودية مثل منتج زي منتجات التمور مثلا، وليكن مثلا هعتبر مثلا ان طن التمور مثلا وليكن بألف دولار، لما يخش لي مصر بألف دولار وافرض عليه ضريبة مثلا 50%، يبقى انا رفعت سعره من ألف دولار لألف وخمسمائة دولار. اذا لما السعر يرتفع في السوق ده هيخلي الطلب اقل على السلعة. فبنبتدي في مرحلة التعاون الاقتصادي بنبص على الجمارك اللي احنا بينا كدولتين او اكتر، ونبتدي مش هقول نلغي هذه الجمارك في هذه المرحلة، نخفف من هذه الجمارك. برضو من ضمن القيود اللي بتعوق حركة السلع او انتقال السلع بين الدول مش بس الجمارك، هي في حاجة اسمها الحصص الاستيرادية، ودي قيود كمية. الحصة الاستيرادية دي بمعنى انا هذه مثلا هقول مثلا ان انا هستورد من الدولة الفلانية دي مثلا مليون طن تمور، يبقى مش هزود عن كده، يبقى انا حطيت سقف لمعدلات الاستيراد اللي هستوردها من الدوله دي. دي ايضا بتعوق حركه التجاره وانتقال السلع بين الدولتين. في مرحله التعاون الاقتصادي بقى هل بنلغي القيود دي؟ احنا قلنا القيود اللي بتعوق حركه انتقال السلع بين الدولتين بتتمثل في الرسوم الجمركيه اللي بتؤدي لرفع سعر السلعه، وحصص الاستيراد اللي احنا بنسميها قيود كميه اللي بتؤدي الى وضع سقف للكميات اللي هستوردها من الدوله الاخرى. انا باجي في مرحله التعاون الاقتصادي دي مش هقول هنلغي القيود دي اللي هي الجمارك وحصص، لا بخفف منها. يعني الجمارك ببتدي انزل نسبتها، لو مثلا 50% خليها 20%، وحصه الاستيراد يا اما بلغيها يا اما برفع نسبتها. يعني انا مثلا عامل حصه استيراد ان انا استورد مليون طن تمور من السعوديه، لا بخلي المليون ده مثلا مليون ونص 2 مليون. يبقى في مرحله التعاون الاقتصادي بنتخذ بعض الاجراءات بين الدول عشان تقلل القيود التي تعوق حركة انسياب السلع بين الدول مثل الجمارك والقيود الكمية. المرحلة الثانية بقى في التكتلات الاقتصادية بين الدول هي منطقة تجارة حرة. انا بقى هنا عكس الاولانية انا قلت بخفف القيود، هنا بلغي القيود الخاصة بحركة انتقال السلع، وهي الجمارك بلغيها تماما بين الدول، والحصص الاستيراد بلغيها تماما بين الدول. واعتقد ده موجود دلوقتي بين معظم الدول العربية، منطقة التجارة ان انا لو انا جات لي سلعة من السعودية ممكن ما بفرضش عليها جمارك، السلعة انتجت هنا تخش عندهم بدون جمارك، علاوة انا مش عامل حصة استيراد بيني وبينهم. يبقى في منطقة التجارة الحرة ان الدول بتلغي كافة الرسوم الجمركية وكافة القيود الكمية اللي هي حصص استيراد اللي بينهم وبين بعض. يبقى وصلنا في منطقة التجارة الحرة ان احنا عملنا حرية في انتقال عنصر من عناصر الانتقالات الاقتصادية من الدول، واللي احنا اتفقنا عليه لو عنصر السلع، لكن لسه طبعا في قيود على حركة انتقال العمل، وفي قيود على حركة انتقال رأس المال. المرحلة الثالثة بنخش على حاجة اسمها الاتحاد الجمركي. الاتحاد الجمركي احنا خلاص وصلنا للمرحلة اللي قبلها لمنطقة تجارة حرة، وهي منطقة تجارة حرة ان احنا خلاص لغينا القيود اللي بتعوق حركة السلع بيننا وبين بعض كدول ممثلة في الجمارك وحصص الاستيراد، ولكن هناك اختلاف في التعريفة الجمركية بيننا وبين العالم الخارجي. يعني لو افترضت ان مثلا مصر والسعودية احنا بيننا وبين بعض خلاص بقى، طالما وصلنا لمنطقة تجارة حرية يعني مفيش جمارك بيننا، ولكن هفترض سلعة تنتج في امريكا
ممكن تخش السعوديه بنسبه جمارك معينه وليكن 50%، تخش مصر بنسبه جمارك تانية وليكن 100% او 10%، النسب هنا الجمارك مختلفه. ده بيؤدي الى ان اسعار السلع في الدولتين اللي هي مستورده من الخارج بيكون في تفاوت في سعرها. فعشان الغي هذا التفاوت بنعمل منطقه اتحاد جمركي، بمعنى بنوحد الجمارك اللي بيننا وبين العالم الخارجي. يبقى خلي بالك في الاتحاد الجمركي احنا خلاص لغينا الرسوم الجمركيه والحصص الاستيراد اللي هي القيود الكميه بيننا من بعض. بالاضافه لكده هنوحد او هنلتزم بتعريفه جمركيه واحده بيننا وبين العالم الخارجي. بمعنى انا لو في السعوديه بستورد سلع من دوله ثالثه زي امريكا مثلا بجمارك 50% وانا في مصر لو بستوردها بجمارك مثلا 80%، لا هنوحد النسبه بيننا وبين بعض. المرحله الرابعه هي مرحله السوق المشتركه. مرحلة السوق المشتركة احنا وصلنا بقى في الثلاث مراحل اللي فاتت ان احنا خلاص لغينا كل القيود التي تعوق حركة انتقال السلع، ولكن ما زال حركة العمل ورأس المال في السوق المشتركة. بنلغي كل القيود التي تعوق بالاضافة للسلع الى كل القيود اللي بتعوق حركة العمل ورأس المال. وبالتالي لما نقول سوق مشتركة، واحنا كنا زمان بنحلم بالسوق العربية المشتركة وان شاء الله نوصل اليها في يوم من الايام، السوق العربية المشتركة او اي سوق مشتركة هي ان الدول الاعضاء لا يوجد ما بينهم اي قيود في انتقال الثلاث حاجات دول، السلع والعمل ورأس المال. مفيش اي جمارك بيننا وبين بعض في حركات السلع او اي قيود حصص استيراديه، مفيش اي قيود في حركه العمل. يعني افترض مثلا لو وصلنا ان شاء الله للسوق العربيه المشتركه، انا كمواطن مصري اقدر اروح اشتغل في دوله عربيه ثانيه، اي مواطن عربي يجي يشتغل عندي، فهنا عنصر العمل. بالاضافه للحريه الثالثه وهي حريه انتقال راس المال، انا لو مواطن مصري عايز احط وديعه في بنك في اي دوله ثانيه من الدول اللي بينها وبيننا سوق مشتركه او اي والعكس، او عايز استثمر هناك او مستثمر يجي لي هنا. اذا في السوق المشتركه اتلغى كل القيود التي تعوق حركات انتقال السلع والعمل وراس المال. وده مش هيقدر طبعا نطبقه الا اذا كان هناك توحيد في النظم الاقتصاديه وتوحيد في بين الدول وتوحيد في النظم التعليمية أيضا بين الدول. ده اللي ممكن نوصل له إن شاء الله في يوم من الأيام. المرحلة الخامسة من التكتلات الدولية هي مرحلة الوحدة الاقتصادية. مش بس احنا لغينا كل العيوق العوائق اللي بتعوق تحركات السلع ورأس المال والعمل، لا ده احنا عملنا انسجام وترابط في السياسة المالية والنقدية. وده اللي وصلت له دول الاتحاد الاوروبي من خلال العمله الموحده اللي خلت السياسه الماليه والنقديه عندهم واحده، فهم دلوقتي في مرحله الوحده الاقتصاديه. ان كان يعني دول الاتحاد الاوروبي ما وصلتش لسه للمرحله السادسه اللي هي اندماج اقتصادي كامل، هم في مرحله الوحده الاقتصاديه. وان كان دول الاتحاد الاوروبي بتعاني من بعض المشاكل بينها وبين بعض، هل يا ترى هيقدروا يتغلبوا على المشاكل دي ويعدوا لمرحله اندماج اقتصادي كامل، ولا هيتراجعوا لمرحله سابقة زي السوق المشتركة؟ المهم هم دلوقتي في الوحدة الاقتصادية، أما احنا في الدول العربية ما زلنا في المرحلة الأولى والثانية. في بعض الدول العربية بينها فقط تعاون اقتصادي، في بعض الدول العربية وصلت لمنطقة تجارة حرة زي دول الخليج، أما لم نصل بعد إلى مراحل متقدمة. سادس حاجة اندماج اقتصادي كامل، إن الدول الأعضاء بتخضع لسلطة اقتصادية واحدة مثل الولايات المتحدة الأمريكية. إذا ده كان سريعا التكتلات الدولية بتمر على ست مراحل، هي التعاون الاقتصادي، منطقة التجارة الحرة، الاتحاد الجمركي، السوق المشتركة، الوحدة الاقتصادية، الاندماج الاقتصادي الكامل. ألخصه من سيادتك سريعا، تعاون اقتصادي، بنقلل القيود اللي في حركة انتقال السلع، منطقة التجارة الحرة بنلغي كل القيود المتعلقة بحركة انتقال السلع، اتحاد جمركي بيننا وبين بعض لغينا كل القيود اللي بتعوق حركة انتقال السلع، وحدنا ايضا التعريفة الجمركية بيننا وبين العالم الخارجي. السوق المشتركة لغينا كل القيود المتعلقة بحركة انتقال السلع ورأس المال والعمل. الوحدة الاقتصادية لغينا كل القيود المتعلقة بحركة انتقال السلع ورأس المال والعمل، بالاضافة وحدت السياسة المالية والنقدية فيما بين الدول. ستة اندماج اقتصادي كامل، بخضع الى سلطة اقتصادية واحدة. في نهاية هذه المحاضرة اقول لحضرتك ايه الاسئلة اللي انا ممكن اقولها. واحد، السؤال الاول، وضح مفهوم الدولة مبينا أركانها. وطبعا أنت ممكن تجاوب على السؤال دول وتقول لي هي الدولة وأركان الدولة اللي احنا قلناها شعب وإقليم وحكومة. السؤال الثاني، وضح أشكال الدول من حيث التكوين. وأنت طبعا عارف أن من حيث التكوين في دولة بسيطة موحدة ودولة مركبة، الأربع أشكال اللي احنا قلناها.
السؤال الثالث، وضح أشكال الدول من حيث السيادة، وحضرتك عارف في دولة كاملة السيادة وفي دول ناقصة السيادة، الأربع أنواع اللي احنا قلناها. السؤال الرابع، وضح أنواع الحكومات اللي احنا قلناها، في حكومات فردية وحكومات أقلية وحكومات ديمقراطية. السؤال الخامس، وضح أنواع النظم الاقتصادية، وحضرتك عارفهم الثلاثة، النظام الاقتصادي الرأسمالي والنظام الاقتصادي الاشتراكي والمفترض. السؤال السادس، وضح مراحل التكتلات الدولية الستة اللي احنا قلناهم. في نهاية المحاضرة أشكر حضرتك، شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.